تطور الجهاز الهوائي. الأربعاء إن شاء الله عن جهاز تناسلي للخوف كاملا الأوضاع الباطنية والظاهرة. فهذا سوف كله عن جهاز البولي التناسلي. طبعا الجهاز البولي التناسلي دائما عم ندرس مع بعض، يعني عم ندرس مع بعض جهاز البولي والتناسلي. إذا اليوروجينيتال سيستم يسمى قسمين، هو اليورينري سيستم، جهاز البولي والجهاز التناسلي بشكل عام. جهاز البولي هو موضوعنا اليوم، رح يكون مقسم لثلاث أقسام رئيسية. أول شغلة بس تطور الكليتين، بعدين تطور الحالبين والإحليل، وآخر شيء طبعاً ثاني شيء البلاغة، بعدين الإحليل والحالب والإحليل. تعرفوا هدول الجهازين اليوروجينيتال عم ندرسهم مع بعض. ليش عم ندرسهم دائماً مع بعض؟ لأنه أول شيء لهم منشأ مشترك من الوريقة الوسطى المتوسطة أو الخلالية الإنترميديت. ملاحظين هالورقة هاي الوسطى بتشكل لنا النيفروجينيك كورد. شو يعني جينيك؟ بتجي مولد. إذا النيفروجينيك هي الحبل الكورد بحبل الحبل المولد للكلى. إذا عم تشكل لنا الحبل المولد للكلى بشكل عام. هلا بنشوف ليش للكلى مو للكلية الدائمة، لأنه راح يكون عندنا ثلاث أنواع من الكلى. إذا هذا هو، وراح الحبل المولد للكلى راح يتبارز ضمن جوف العام بعد ما صار عندنا جوف عام داخل جنين اللي هو جوف البردوان. راح تتبارز بشيء اسمه ريدج. ريدج هو عرف شيء متبارز او حرف، راح تسوي لنا الحرف البولي التناسلي. اذا الحرف البولي التناسلي او العرف البولي التناسلي. اذا هذا هو المنشا المشترك، والانترميديت راح يدير الكبني والجوناد. والجوناد لانه ايضا راح تشتق من هالمنطقه، اذا الحبل المولد للكلى وراح يسوي لنا الحرف البولي التناسلي. على الانثى منه راح تتمايز عنا منطقه هي الاقنان، بنشوفها بشكل واضح الدرس القادم. اذا هو عندنا مجموعتين لهم تاريخ مشترك، بنرسم مع بعض الجهاز البولي التناسلي لهم تاريخ مشترك من هيك المنشا. الشغله الثانيه في ارتباط مثل ما قلنا تشريحي مع الجهازين. كيف؟ اذا لاحظتوا الاحليل درسناه هو مخرج للبول ولا شو؟ للسائل منه. معناتها في شغلات مشتركه، غده الكظر اللي بتكون فوق الكليه بنكسر احنا، فهي ايضا لها تاثيرات، لها بعض الهرمونات اللي تاثيرات جنسيه ايضا، هي بتكون يعني تقريبا مشتقه من نفس الشغله الثانيه. بصفوا اثنيناتهم بالمرحله الاولى وين؟ بالكلاوكا. شو هو؟ المذرق. ما هي؟ اذا الكلاوكا المذرق بصفوا اثنيناتهم في البدايه. اذا بتلاحظوا قبل ما الجهاز الهضم، عفوا الجهاز البولي والتناسلي، بتلاقي لهم حجابه. هلا بنشوفه على المذرق بشكل عام، بيصبوا بنفس المحل او بينتهوا بنفس المكان بشكل عام. طبعا التشكل النيفروجينيك كورد مثل ما بتعرفوا الوريقه الوسطى صرنا عايزينها كثير بالنسبه لمنشأها، هي ثلاث اقسام، المحوريه وجانب المحوريه. والمنشأ هو منين؟ هلا بتشوفوا من الوسطى كيف تتمايز اثناء الانتواءات الجنينيه. هي رح تشكل لنا هذا هو الحبل المولد للكلى اللي قلنا رح يتبارز ضمن الجوف العام داخل الجنيني. تمام، هذا هو هلا اثناء تشكل الجوف العام. لاحظين تشكل الجوف العام، وهي شكلت لنا الحبل المولد للكلى رح يتبارز. بيقول لنا شو هذا اللي سميناه العرف البولي او الحرف البولي التناسلي. العرف كانه اضبط اسم المعجم الطبي الموحد رجل تجمينه حرف. الحرف كمان الى حد ما موجود. هلا اذا الحبل المولد للكلى. هلا الكليه تمتاز عن غيرها انه لها ثلاث مراحل لتشكلها. عندنا اول شغله اذا ما بنوصل للكليه الدائمه للمرحله الثالثه او الكليه الثانيه. اول مرحله شيء اسمه البروني فروز. البروني فروز هي سريفه الكليه، او احيانا بسموها الكليه الاوليه. اذا البروني برو دائما بيجي سليفه، برو جينيتر او برو اذا مرت معي شيء سليف شيء قبل برو قبل. على حتى بالبرامج الكمبيوتر بتلاقوا البرو في اللي بيحطوه قبل البرنامج هو البرنامج اللي بده يطلع بعد البرنامج النهائي. ما هي؟ فاذا البرو نيفروز هي الكليه الاوليه او سليفه الكليه. القسم الجهاز الثاني الجهاز الكلي هو الميزو نيفروز، هي الكليه الميزو بتعرفوا دائما بتجي وسطى او متوسطه. ما هي؟ هون الكليه الموسطه الجنينيه او الكليه المتوسطه
هذا الجزء الخبز. اخر شيء المده اللي فوق هي التالي، التالي اللي بيجي اخر شيء، اذا هي الكليه الدائمه والكليه التاليه. المده دائما بتجي بمعنى التالي، نقول المتا سيفالون يعني شو الدماغ التالي. اذا المتا تجي التالي هون متا نفروز هي الكليه. اذا ثلاث مراحل من تشكل الكليه، تمام؟ هذا هو طبعا، هذا هو اذا اخذنا مقطع عرضي لاحظين العرف البولي التناسبي. القسم الانسي منه بيساوي لنا رج صغير او حرف صغير، هذا بسموه الجينيتال رج او العرف التناسلي، اللي راح تهاجر الخلايا المنشئه الابتدائيه تجي تتوضع فيه وتشكل لنا لاحقا اما المبيض واما الخصي، راح نشوفه بالتفصيل الدرس القادم. اول شغله البروني فروز، الكليه الاوليه او الكليه سليفه الكليه. سليفه الكليه بدي بعض المعلومات البسيطه تعرفوها. هي اول شغله هي العنصر الكلوي الاساسي شو هو؟ النفرون. ما هي؟ هلا هون باعتباره انه اول اللي راح نقول قطع كلويه بعدها كدائيه بس تشبه كثير النفرون بنيتها. اذا نقول لك من 7 ل 10 قطع، يعني عمليا 7 ل 10 انابيب كلويه، 7 ل 10 قطع كلويه. طبعا بيبدا اذا كلها بالاسبوع الرابع، بدايه الاسبوع الرابع، وحالاتها بتضل اسبوع فقط، يعني من نهايه الاسبوع الرابع بتكون اتلاشت، تمام؟ النفروتوم هي القطع، تذكروا قلنا المايوتوم القطع العضليه، ديرماتوم القطع وين شفناها هي؟ بالسجلتات ما هي؟ فهي التوم دائما بتجي قطع، اذا هي عباره عن نفروتوم قطع كلويه من 7 ل 10 قطع كلويه، اذا نهايه الاسبوع الرابع بتلاقي بتتلاشى بتختفي. طبعا شو وظيفه هالميزونوف عفوا طبيعه لان الميزونوفوز هي بتكون فوق بالاعلى، هلا في صور لها واضحه. هل اذا ثلاث افكار بالنسبه للبرونيفروز هي 7 ل 10 قطعه بتبدا وتختفي بالاسبوع الرابع بعدين بتتلاشى وما بتكون وظيفيه عند الانسان. قد تكون عند بعض الحيوانات وظيفيه بتفرز بول او اهم ما انا وظيفيه. الها وظيفتين. اول وظيفه انه هي بتحرك تشكل الكليه المتوسطه الجنينيه، بتحرك تشكل الكليه يعني القطع الكلويه اللي حكينا بتحرك. الشغله الثانيه القناه تبعها هي بتتمادى بقناة الكلية المتوسطة اللي هي قناة وولف. قناة وولف، هلا في قناتين رئيسيتين بتشكل الجهاز البولي التناسلي، واحدة قناة وولف والثانية قناة مولر. قناة مولر هلا بتشوفوا اثنيناتهم بيصبوا تقريبا بالمذرق، يعني راح في منشأ مشترك بيصبوا اثنيناتهم بالمذرق، اثنيناتهم هن للجهاز البولي التناسلي. تمام؟ إذا هذا هي قناتها تشكل قناة الكلية المتوسطة اللي هي قناة وولف. إذا رجعنا لهالملف من أوله ملاحظين من اعلى هي الكليه البروني فروز لاحظين تلاشت وحرضت على تشكل الانابيب الكلويه المتوسطه، والقناه تبعها نفسها استتمادت لاحظين تشكلت فوق البرانشين، صار عندنا الجهاز الثاني اللي هو بدا قبل تلاشي تبدا قبل تلاشي يعني الاسبوع الرابع، قبل تلاشي الكليه البروني فروز تبدا الكليه المتوسطه الجنينيه. الكليه المتوسطه الجنين اذا كمبدا هي تحررت بشو؟ بتسريف كليه. بدات قبل تلاشي يعني بالاسبوع الرابع لانه هذيك من اول اخر الاسبوع الرابع تلاشت، معناتها بدات بالاسبوع الرابع. هي عباره عن 40 عنصر كلوي، هنيك 7 ل 10 هي قديش؟ 40. 40 عنصر كلوي. درس اليوم درس بسيط صراحه، ما راح تكون شغله معقده. عفوا. خليني ارجع للي قبله. هو بعض الملفات بطيئة. لاحظين إذا القناة بتصب بالمذرق هذه من أعلى البرولي فروز وراها بتشكل هالنقطتين هدول اللي هي الميزوني فروز أو الكلية المتوسطة الجنينية التبرزين. البرولي فروز بتصبوا مثل ما قلنا بقناة فولف وبيكبروا بيكبر عفوا الميزوني فروز تكبر وتتبارز ضمن الجوف العام أحيانا بسموها جوسين وولف لأنه تبارزت كبرت بصير شيء واضح ضمن الجوف العام داخل الجنين بسموها جثين، لاحظين بيكبروا بسموها جثين مول. هي العناصر الكلويه اللي هلا بتشوف تكاد تشابه الليفرون اللي باخر اللي بتشكل بشكل نهائي، ما راح نوقف عند هذا كثير. بتبدا من الاعلى من المنطقه الصدريه من الثوراسيك لعند الفقره القطنيه الثالثه بتتمادى، لانه طويله من فوق من عند الناحيه الصدريه للناحيه القطنيه الثالثه بتمتد قلنا 40 عنصر كلوي، وبتبدا اكيد بالاسبوع الرابع لانه قبل تلاشي هذيك اكيد بالاسبوع الرابع. طبعا هي تشكلها بيشبه تشكل الانابيب الكلويه النهائيه. اذا اعتبرنا هالقطعه الكلويه قطعه مصمقه مثل هي، اول شغله عباره عن قطعه كلويه. بعدين
تتجوف من الداخل بتصير على شكل حويسب، على شكل حويسب فرم مفرغ من جوا تتجوف، بعدين الحويسب بتمدد بيساوي لنا شكل تيوب. بيجي القسم الانسي منه اللي قريب من الاوعي الابهر بيعمل لنا هالتقعر، هذا بيعمل لنا محفظه هومان، تقعر صغير هيك بتجي كبه عرقيه بتدخله من النص بتساوي لنا محفظه هومان. القسم الوحشي وين بصب؟ بقناه وولف اللي هي قناه الكليه المتوسطه احيانا بسموها، اللي هي تمادي للقناه البروليفوز السليفه الكليه، اللي قلنا هي من وظيفتها انه ضلت قناتها. اذا تشكل النبيب او انابيب الكليه المتوسطه شغله سهله، كل قطعه كلويه هن مو 40 عنصر كلوي، كل قطعه بتتجوف من الداخل صارت حويسد دائره وفيها جروف، بعدين بتبدل الحويسد هون سوى لنا انبوب كلوي، قسم الانسي منه بيتقعر سوى لنا محفظة هومان، تجي الكبة العرقية جوا على هالمحفظة بتساوي لنا الكبة العرقية وكلهم صار اسمه الجسيم المادريكي، الوحشي بصب بقناة وولف. إذا هذا المبدأ حتى تشكل الكلية النهائية، إذا صار عندنا الكبة العرقية تقعر سوى لنا محفظة هومان، طبعا بصب وين؟ بقناة الميزونفريك داكت اللي هي القناة الكلية المتوسطة أو قناة وولف نفس الاسم. ملاحظين؟ هي القسم الاول العلوي هو البرونفروز تلاشت طلعت الكليه المتوسطه، الكليه المتوسطه وين صبت بها القناه؟ هي اللي هي متماليه لقناه الكليه الاوليه هي قناه وولف اللي بتصب وين؟ بالتلاقى بالمدرق، بتصب بالمدرق. اذا عندنا قناه وولف تفرع لها النبيبات الكلويه، ملاحظين اول شيء بتكون عباره عن قطعه مصمطه، يمكن ملاحظين هي تماما، القطعه المصمطه بتتجوف سوت لنا شيء اسمه فيزيكال ميزونفريك، فيزيكال فيزيكال شو؟ بويزن، تذكرنا السيمينال فيزيكال مايك بويزن المينيمال. اذا هذا هو الفيزيكال الحويسل، الحويسل بيتمادى شوي صار تيوب او تيوبل عباره عن نبيب وبصب وين؟ بيوصل لعند الميزونفريك دكت او قناه وولف، بصب فيها وين؟ بالوحشي، بينما الانسي هذا هو قريب من الابهر، تمام؟ بعدين القسم صار عندنا بتطول اكثر بطريقه قسم الانسي بيبلش يتقعر، ملاحظين؟ لحتى تيجي تدخل فرع من الابهر بيعمل لنا كبه، بيعمل لنا هيك نوع من التشابكات اللي بتشكل لنا كبه عرقيه او كبه وعائيه مشان تعمل التبادل بين بين بينه وبين النبيب الكلوي المتوسط، ملاحظين؟ بعدين هالكبه بتتمايز على شكل محفظ هما تماما مثل المحجم هيك بتصير، وضمنا تدخل الكبه العرقيه، محفظه هومان والكبه العرقيه احنا بنسموهم اثنيناتهم مع بعض جسيم مال في، تمام؟ اذا وهذا النبيب بيتعرض شوي اكثر وبيجي تربيه دمويه. هذا القسم الوحشي ملاحظين وين بصب؟ بصب بشوف قناه ميزونفريك داك او قناه وولف. لكن ما هو واضح المؤشر ايوه تمام احسن. ملاحظين قسم بصب بقناه وولف، اذا هذا هو تشكل النبيب، ونفس المبدا بعد شوف الكلمه التالي مع بعض التعديلات البسيطه. ملاحظين هذا هو الميزونفريك ميزونفروز تبارزت ضمن الجوف العام لدرجه انه سموها هذه هي نفس الشيء سموها جسيم جسيم شو؟ وولف جسيم وولف، تمام؟ وهي مبدا نفس الشيء النبيب وهذا محفظ بومان وهذا القناه اللي راح تصب سوا هون بشكل اوضح. ملاحظين تاخذ فرع من الابهر وتشكل الكبه العرقيه محفظه بومان، النبيب الكلوي المتوسط او الانبوب الكلوي المتوسط بصب وين؟ بالميزونفريك داكت او قناه وولف. ملاحظين بنفس الوقت عم يتشكل بالقسم الانسي تبارز صغير هو الجينيتال ريدج اللي بنسميه الحرف او الحرف التناسلي اللي عم يصير راح يشكل لنا اما مبيض او خصي لاحقا، تمام؟ هي عفوا هذا مقطع بالنسبه لهي قناه وولف، ملاحظين جنبها هي البارا ميزونفروز داكت هي قناه شو؟ مولر نفسها احيانا بسموها قناه جانب هي قناه مولر نفسها. راح نحكي عنها بتفصيل قناه مولر بالتفصيل الدرس القادم. اذا هذا هو الجنتال ريج. تمام. هلا حتى الكليه المتوسطه بتكون قليله الفعاليه عند الانسان. ما انا وظيفيه كثير بتلتزمون كثير هي قليله الفعاليه عند الانسان. الفعال بشكل جيد هو الكلية التالية والكلية الدائمة، وأيضا هي مرحلة مؤقتة تتلاشى خاصة عند البنات. عند الذكور القسم الموازي للجينيتال ريج للقند أو للمنثل بيحولنا عند الذكور النبيبات الكلية المتوسطة رح تعطينا شو؟
رح تعطينا الأقنية الدافقة، رح تعطينا الأقنية العفو الدافقة، الأقنية الصادرة والبردة، القسم الموازي. بس هلا رح نشوف الدرس الجاي. أما تتلاشى فعليا عند الإناث، أما وحتى عند الذكور تتلاشى، بس القسم اللي جنب القند رح يعطينا الأقنية الصادرة والبردة لاحقا. رح يتماشى. إذا هي بتلاحظين تتلاشى تماما عند الفيميل وعند الذكور، بما أنها بتعطينا الأقنية. هي نفس الشيء هو مع المقطع الطولي بتلاحظين البرونيفروز والميزونيفروز، 40 عنصر كلوي، 7 على 10 عناصر كلوية، تمتد هي من الناحية الصدرية من عند الجسيلات الصدرية وحتى الالف شو يعني لمبر القطنية الثالثة تمام؟ وقناتها هي نفس قناة الكلية المتوسطة، قناة وولف تمادي للبرونيفروز وبتصب وين بالمذرق ايضا. تتلاشى نهائيا عند الاناث، عند الذكور رح تعطينا اللي بالقرب من المنزل او من القند تعطينا الاقنية الصادرة والبربخ. هذا نفس المبدا تاكلها حويصل انبوب لاحظين حويصل واضح انبوب، بعدين تتوضح محفظة بومان وبتصب بشكل واضح وبتعرج اكثر الانبوب حتى يامن سطح واسع او سطح تماس واسع مع الاوعيه المجاوره. هي صوره مكبره ايضا ملاحظين للكلية اللي اخذنا مقطع فيها لحالها، ملاحظين هي الكلية المتوسطة. ملاحظين هلا على 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 جانب من قناة وولف، ملاحظين هي قناة وولف على جانب رح يطلع عندنا برعم صغير قبل ما صبها بالمذرق، هي قناة وولف او قناة الكلية المتوسطة ميزونيفيكال، على قبل ما صبها بالمذرق رح يطلع برعم صغير. هالبرعم هذا بنسميه يوريتريك باد. شو يعني البرعم الحالي؟ هذا رح يكون برعم الكلية التالية، البرعم الحالبي، برعم الحالبي للكلية النهائية، رح يتشكل برعم صغير ملاحظين مثل حويصة صغير أو برعم صغير، هذا هو رح يكون هذا هو الميتانفريك دايفرتيكولوم أو يوريتريك بار، احفظوا البرعم الحالبي تمام؟ هي صورة ترسيمية لنفس الشيء، ملاحظين البرعم الحالبي بالأخير قبل ما صب قناة وولف وين بالكلاوكا تمام؟ طبعا الكلاوكا القسم العلوي منه شو هو؟ الالانتواز اللي هي السقاط تمام؟ وهي النبيبات كلها بتصب فيها بشكل عام، فهذا عباره عن البراجين تبع الكليه المتوسطه اللي قلنا بينتقل بتضخم بتبارز على شكل جسيم وولف. نفس الشيء هون هذا البرعم بشكل نهائي، هذا هو البرعم اللي بيلتقي بالقسم النهائي من الحبل المولد للكلى. هذا هو هلا البرعم الحالبي بلاحظين البرعم الحالبي مع التطور بيكون اول شيء عند من الولف، بضل ينزل لحتى يصير يصب لحاله هلا بنشوفه بشكل واضح بالمذرة، بصير يصب لوحده بالمذرة. نفس الشيء هون هي بقايا البرونيفروز تمام، الكلية المصفطة الجنينية او الميزو نيفروز والقناة تبعها بتصب بالمذرة وهي الفرع الاخير للبرعم الحالبي. هلا ملاحظين هلا هي وصلنا بالكليه التاليه، خلينا ننتقل للي بعد. هلا الميتا نيفروز او الديفينيتيف كيدني، هي الكليه النهائيه، هي اللي لازم نفهم تطورها لانه هي اللي رح نرسوها بالبوليه ايضا. الكليه التاليه اول شغله هي بتظهر امتى؟ بالاسبوع بالوقت اللي بتتلاشى فيه الميزو نيفروز. اذا هذيك قلنا رح تتلاشى الا عند الذكور رح يضل قسم منها. طبعا عند الاناث بتتلاشى بتضل بقايا قليله، هي عباره عن مثل كيسات مورجاني بتكون الرباط عريض للرحم، رح نشوفها لاحقا يعني ما لها وظيفه عند الذكور. اذا تبدا بالاسبوع الخامس. هلا تقريبا النبيبات بتبلش بنفس الطريقه، هلا بنشوف مع التعديل البسيط بتصير تمايز اكثر للنبوب الملفف القريب والبعيد وعروه هنلي هلا بنشوفها. هلا اذا اعتبرنا نحن قلنا الانترميديت ميزوديرم رح تشكل لنا الحبل المولد للكلى، ما هي؟ طيب الحبل المولد للكلى القسم العلوي منه اول 7 على 10 قطع هيك فوق اعطانا البرونيفروز، ال 40 اللي بعدهم من الناحيه الصدريه للال 3 شو؟ ميزونيفروز. هلا القسم اللي ضل بالاخير هذا رح يعطينا الميتانيفروز القسم السفلي. اذا رح تتشكل من القسم السفلي من الحبل المولد للكلى اللي رح يشكل لنا بدائل الكلية التالية أو البرعم المكون البط يعني البرعم المكون للكلية التالية تمام؟ ميتا نفرك كلية تالية مو قلنا الميتا هي التالية أو النهائية، الميتا نفرك بط. إذا صار في عنا هي ثنائية المنشأ أو غير الكل، واحد
من القسم السفلي من الحبل المولكولي اللي سميناه البرعم المكون للكلية الثاني، والشغل الثاني من البرعم هذا اللي شفناه من تحت البرعم الحالي اللي طلع من قناة وولف. تمام؟ لاحظين هذا راح نشوف، لاحظين هذا هو هذا البرعم، وهي القسم السفلي من الحبل المولد الكلى، هذا البرعم الميتا نفريك او الميتا القسم الميتا نفريك بلب، هذا هو ملاحظين، والبرعم المكون للكلى راح ارجع لها، بيناتهم بيلتقوا ملاحظين، هاي البرعم المكون بيجي البرعم الحالبي بيلتقي مع بعض وبيشكلوا لنا الكلية التالية اللي بتتمايز وبترتفع للاعلى بتهاجر للاعلى عكس الاقناب اللي بتنزل للاسفل. طبعا هالبرعم الحالبي بيدخل بالبرعم المكون للكلية وبيتشعب جوا، اول شيء بيشكل لنا الحويضة البدئية، الحويضة بتنقسم لقسمين لكأس لثلاث اقسام، هي الكؤوس الكبيرة، الكؤوس الكبيرة بتنقسم لاقسام ثانية هي شو الكؤوس الصغيرة، الكؤوس الكبيرة هي الكاليس او الكاليس بسموها الميجر والماينر. هلا البعض بيسميها كؤوس كبيره وكؤوس صغيره، البعض شو بيسميها؟ كؤوس وكؤيسات، كؤيسات هي نفس الشيء، بس ما في كؤيس صغير كؤيس كبير، يا كؤوس وكؤيسات يا ميجر كاليس وماينر كاليس، فيا كؤوس كبيره وكؤوس صغيره، الصغيره بيصب فيها الكوليكتنج دكت اللي هي الانابيب او الاقنيه الجامعه، كوليكتنج الجامعه، تمام؟ هلا اللي بنشوف هلا بنشوف عددها راح توضح اكثر. هي الانابيب الجامعه، الانابيب الجامعه بتكون نوعين، انابيب جامعه مستقيمه وانابيب جامعه مقوسه مشان تتفرع او تلتقي بالوحده الاساسيه بالانتاج المجهول اللي هي النفرونات او الكليونات، الكليونات وهي لها دور تحريض الانابيب الجامعه للميتا نفرك دكت للكلي البرعم المكون للكلي التاني، كل قطعه مجاوره له ممكن تتمايز على شكل قلنسو خلويه وتشكل لنا النبي الناقل او الكليون مو البولي. ملاحظين اول شيء هذا النبي الجامع المقوس، في عندنا القلنسو الخلويه بتتمايز على حويصل، بعدين بتصير تيوب، بعدين بتتمايز على شكل القسم الانسي الى للكبه العرقيه للمحفظ رومان بيدخلها الكبه العرقيه، الا انه هذا الانبوب بيكون طويل، وفي قسم الاوسط منه بيتميز لانبوب ملفف قريب وانبوب ملفف بعيد او القاصي والداني، القاصي والداني هو اكثر شيء ديستال، هي الديستال وشو الثاني؟ البروكسيمال، البروكسيمال هو شو؟ القاصي الداني والديستال هو القاصي، هي مثل ياخذ ويروح راح طلعت هو ياخذ ويروح راح يعني رجع معي، هي نفس الشيء القاصي والداني، تمام؟ اذا رح نرجع لهي شوي معلش، شوفوا هي الوجوه الجامعه قلت عندنا اول شيء قلنسي وخلويه، بعدين تتمايز لحويصل، بعدين للتيوب، التيوب القسم الانسي منه بيساوي لنا محفظ بوما، والاوسط بشكل لنا عروه هنلي، والانبوب الملفف القاصي والملفف الداني او النازل لا القريب والبعيد اكثر شيء بتجي، قريب والبعيد او القاصي والداني. قلنسي هي عباره عن جزء، قلنسي او المنطقه هي جزء من الميتا نفريك بط، هي جزء من الحبل المكون للكلى. يمكن في صور اوضح لك تكون صور ثابته اوضح كثير. اذا اول شغله بالنسبه للنزع معي للكلية الدائمة عندنا ثنائية المنشا من البرعم الحالبي ومن الحبل القسم السفلي من الحبل المكون للكلى اللي هو البرعم المكون للكلية التالية، اذا هي ثنائية المنشا غير الكل. هالبرعم الحالبي بيمتد باتجاه هالبرعم المكون للكلية وبيلتقوا، لما ينغمر البرعم الحالبي ضمن الكلية بتبلش الحوادث تشكل بشكل واضح، اول شيء نهاية البرعم الحالبي بتنكمش بتساوي لنا حويضة بدائية، بعدين تتفرع للكؤوس الكبيرة، الكؤوس الكبيرة تتفرع للصغيرة الماينر الميجر الماينر، بعدين بيطلع منا بصب فيها الأقنية الجامعة، الأقنية الجامعة المستقيمة هي اللي بسموها المستقيمة واللي بتفرع عنا على جانب هيك بسموها المقوسة. إذا القناة الجامعة بتحرر النسيج اللي جاي من البرعم المكون للكلية الثانية من الحبل المكون للكلى النسيج المتوسطي، فبتحرر مع جنب كل قناه جامعه سواء مقوسه او حتى
عموديه او حتى مستقيمه بتشكل قولون سوري، يعني بتتكثف النسيج الخلوي بتكثف بشكل لنا كتله خلويه، خلينا نقول جنبها بنسميها احيانا قولون سوري، كتله خلويه هي بتتفرغ بتساوي لنا الحويصل، بتتطوق تتطاول بتصير الانبوب، بتتمايز بعدين على شكل عروق هندي ملفف قريب وبعيد او قاسي وداني، واخر شيء القسم الانسي لها بيتقعر وبيساوي لنا مثل المحجم، شكل المحجم بيدخلوا الاوعيه بشكل لنا محفظه بومان والكبه العرقيه بشكل عام. اذا المبدا العام هذا من نفسه، اذا البض هذا بينتريت يعني بيخترق الميتاليفريك تيشو او ميتاليفريك البض، ملاحظين هذا النوع من الحالبي تمام؟ بشكل لنا اول شيء البرايم فينا البريمتيف، البريمتيف شو اتفقنا؟ بدائي، اذا هي الحويضه الكلويه البدائيه بينا هي من الكدني تمام؟ وبعدين بيتفرع بيعطينا الميجر كاريس اللي هي الكؤوس الكبيره. بعدين الكؤوس الكبيره بتعطينا الكؤوس الصغيره الى اخره بتنقسم ل 12 او اكثر جيل. لاحظين هي شايفين هذا الفرع من الكوبل الفرع من الحالبي يندخل ضمن الميتانفريك بلاستيما او الباط. لاحظين تقريبا بنهايه الاسبوع الخامس. هلا هون شايفين التطور خلينا نقول الجهاز المفرغ، لاحظين برعم الحالب دخل شكلنا شو؟ طبعا تطاول ولا بحالب وهي الحويضه البدائيه، الحويضه البدائيه رينا بيلفز راح تتقسم لشو؟ للكؤوس، كؤوس للكؤيسات او للكؤوس الكبيره الكؤوس الصغيره، بعدين بتصب فيها الانابيب الجامعه تمام؟ عند الولاده يكون قريب المليون من الانبوب من الانابيب الجامعه عددها كبير. دكتور نعم، يعني الاقنيه الجامعه والنبيبات القريبه والبعيده هي جايه من البرعم، من البرعم الحالبي تمام. سؤال حلو انه لحد الاقنيه الجامعه كلها من مشتقات البرعم الحالبي بينما من عند الانبوب الكلوي هو مشتق منين؟ من برعم المكون الكلي الدائري، من عند الانبوب الملفف القريب، من عند من بعد القناه الجامعه، كله هذا مشتق لانه راح نشوفها بكلية عديد الكيسات، اذا ما فشلوا بالتواصل راح تصير عندنا كيسات، سواء جاي من الاقنيه الجامعه او من الانابيب الكلويه. اذا اللي عند الاقنيه الجامعه هي مشتقه من البرعم الحالي. تمام. الماينر والميجر هلا مجموعه بما انه التكاثر عم يصير هيك بشكل خلينا نقول هرمي، هالهرم هذا مثل ما قلنا اول شيء ميجر كايس، بعدين بيعطينا الماينر اثنين ثلاثه، كل واحد بيعطينا عده انابيب جامعه عدد كبير، تلاقي التطور بشكل هرمي عم يصير. مركزه الحويضه. فهي كل هرم بسموها اهرامات مالبيكي. اذا بسموها اهرامات مالبيكي، اخذتوها بظن بالتشريح. اذا يوريتيك بض، هي هو جواب على سؤالك، شو بيعطينا؟ الحالب الرينال جلفز الميجر اند ماينر كايس، بيعطينا واحد لثلاثه مليون كوليكتينج تيوبلز. هو واحد مليون، احفظوا الرقم هو الاقرب للواقع. ملاحظين؟ اللي لونه بنفسجي كله مشتق منين؟ من الترعم الحالبي لحد الكوليكتنج دامس. هي اللي حكيناهم اول شيء بتكون عباره عن كاب قولونسوي بتتفرغ على شكل حويصل فيزيكال طاول، بعدين تمايز قسم الانسي له صار عندنا كبه عرقيه، وهذا كله صار شكلنا المحفظه رومان، وهذا كله بسيم ما بيك مثل ما بقول. بالنسبه لهالاهرامات بنعطيه تطور الهرمي هذا بنسميه اهرامات مالبيكي تمام؟ هذا هو عباره عن صوره واضحه لتطور الداخل الكليه الحويضه، الكؤوس الكبيره الصغيره الانابيب الجامعه. منظر ثاني كيف لاحظين عمليه بصير في نوع من التناغم اللي هو له علاقه بالمولكيولر امبريولوجي. في هون يعني عباره عن تعبير مورنسي بيصير بالتواصل بين القولونسوي وبين الانابيب الجامعه. اذا صار في خلل بالتعبير المورنسي مثل البوليسيستيك كيدني هو مرض وراثي بيصير الصف السادس او احيانا ال 12، فبتلاقي بيفشل هالتواصل هذا والتقني بيناتهم، يعني تقني انه القناه تصير متماديه مع الانبوب الجامع، اذا فشل بيعطينا البوليسيستيك كيدني، معناتها اساس اللي بيتحكم بعمليات التطور الجنيني شو هي؟ المورسات والتعبير المورفي بشكل واضح. هذا هون صار صوره واضحه من البدايه للنهايه. ملاحظين في عندنا الباكس 2 يعني ما رح ندخل فيها، هي كلها عباره عن تناغم وعباره عن تعبير
مورد. هي الصوره نفسها اعطي كل المراحل اللي مرحله الحويسه التيوب التمايز بشكل نهائي اخر شيء. انت بقول يعني انت اول شيء بتقول البرعم من منين جاي؟ مشتق من التراك وول، تلاقي عم يمتد للاعلى والكلية عم تصعد، الكلية بتكون حوضية تطلع وتصير عند الجناحية القطنية. عكس شو؟ الأقنان بتكون بالأعلى بتنزل إذا الخصين لبرا أو المبيدين لجنب الرحم. إذا في رحلة متعاكسة بينه وبين الأقنان، تمام؟ إذا رح نرجع لما شو كان؟ لاحظين الكلية عم تطلع وهي عم تطلع عم تتمايز لشكلها عم تتمايز لشكلها النهائي. كيف شكلها النهائي؟ هلا بنشوف التمايز النهائي، لاحظين السرة تبعها بتكون ناظرة للأمام عم تصير ناظرة لوين؟ للأنثى. تذكروا إنه هي من التشكل النهائي للكلية. لاحظين بهالمشهد هذا بنشوف شغلتين من التشكل النهائي، أول شيء صعود الكلية من الناحية الحوضية للناحية القطنية، ثاني شيء دوران الكلية بحيث تكون سرتها للأمام هي عم تطلع عم تصير ناظرة لوين؟ للأنثى. إذا هي شغلتين الكلية بأولها بتكون بالتشكل النهائي للكلية بتكون جدارها عند الولادة مفصص عبارة عن فصيصات شكلها مفصص، تمام؟ هلا من التشكل النهائي زوال التفصص، إذا شفتوا الكلية تبع خروف لما يبيعوها من برا كلها قطعة واحدة من ساق، تمام؟ صار عندنا زوال التفصص. إذا بالتشكل النهائي للكلية التالية صرنا عارفين ثلاث شغلات، صعودها دورانها نحو الأنثى زوال التفصص. شغلة الرابعة تتمايز بشكل واضح لقشر ولب. اللب شو فيه؟ الأنابيب الجامعة ومشتقات البرعم الحالي اللي أردته تفضلت فيه زميل. القشر هو شو فيه؟ الكليونان اللي هو الوحدة الأساسية لإنتاج البول أو لإفراز البول، ما في إنتاج، لإفراز البول أو الإطراح اللي هي الكليون أو النفرون. النفرون اللي بنية التشريعية اللي حكيناها، الانبوب الملفق القريب والبعيد والقريب الفملي وبيحفظ الكرومن والكب العقلي، هذا هو الكليون التشريح تبعه، وقلنا عند الولاده من واحد لثلاثه تقريبا بيكون الوسطين يحفظوا مليون كليون، تمام؟ او مليون نفرون. مثلا هلا هي الكليه التاليه وظيفيه حتما هي الكليه اللي رح تشتغل، ومن الشهر الخامس تقريبا بعد بتصير معظم النساء الانامس عم يجي، نص النساء الانامس عم يجي منين؟ قلنا من اذا ما اشتغلت رح يصير في عندنا نقص السائل السلوي وبالتالي ثاني نقص نمو داخل الرحم. لاحظين هذا هي الكلية. هلا الشغله الثانيه هون لاحظين احكي صور فيديو احلى منها. اذا هذا هو ارتفاعا صعودا للكلية. اللي حكيناها نفسها ما طبعا اثناء تطور انا فيزيكال بعدين بنبوب على شكل حرف اس بكون اخر شيء بتذكر الكتب العربيه بس ما راح هذا كله نفسه وصل. هلا بعد ما نرجع على الفضل 10 12 اسبوع بتصير وظيفيه. لاحظين هاي الصوره حلوه لتشكل للكلوروفلات اللي بتصير بعدين بيتشكل هالتناغم بتشكل الجهاز. لاحظين ببدايه تشكل الانبوب بعد الكار بصير على الاس تيوب على شكل حرف اس، هذا بيميز الكليه الثانيه حرف اس. البوزيشن تبع الكدني بتكون بيلفيك مثل ما قلنا ترتفع بالاسام عكس الاقنان اللي بتنزل. لاحظين هي صعود الكليه. هلا في ميزه انه الكليه اثناء صعود الكليه انتبهوا لي هي الكليه هي عم تصعد بتغير ترويتها الدمويه. ما هي كابل اوعيه من اول شيء بتلاقي اكثر العرفيين لاحظين اخذت من هون هي عم تطلع طلعت اوعيه جديده. لاحظين هي عم تطلع اوعيه جديده بتغير بتتلاشى القديمه. هي اذا بتغير ترويتها اثناء صعودها بتغير ترويتها الدمويه كل مره بتاخذ اوعيه جديده اثناء الصعود بشكل مستمر. لاحظين هذا المظهر هي كيف بتكون حوضيه هي عم تطلع بتتلاشى القديمه بيطلع وعاء جديد نفسي بثلاثة قديمة أو عيدين. إذا تغير ترويتة الدموية أثناء صعودها هي من التمايز النهائي لشو؟ لكن صاروا أربعة. شو من خمسة لأربعة؟ أول شغلة صعودها، اثنين زوال التفصص، تمايزها، دوران الأنثي وطريقة الرحلة، خمسة. هذول اللي معناتها كله خلص هن خمسة التمايز النهائي الديفينيتيف للكلية التالية بشكل نهائي. مثل ما قلنا الروتيشن هي دورانها نحو الأنثى. ما
كانه انا واضح لك وعم بلاقيك بالاوعيه هون واضحه عم تاخذ اوعيه جديده. اسماء سعوده لاحظين هي هي نفس الشيء. هذا الرعم واضح الرعم الكون الكلي التالي. اذا التشكل النهائي قلنا صعود الكلي تغير في البلد سبلاي بعدين زوال التصفص واخر شيء التغير اتجاه السره او النظر للسره. هلا بيكونوا عم يصبوا وين؟ قلنا قناه وولف وقناتين مولر بيصبوا وين؟ بالمزرق. المزرق لبرا شو الغشاء شو بنسميه؟ لا المزرقي يعني اسمه هو المزرق اسمه غشاء المزرق. رح نرجع على الهي لاحظين انتبهوا قبل ما هذا غشاء المزرق وهذا المزرق وبصب فيه بصب فيه شو هون؟ لا لا هذا كل المزرق بصب مع بعض بالخلف جهاز هضم بالامام هذا هلا رح نشوف هذا الاستقاء هذا استقاء بالامام هذا نفس الشيء بيجي حجاب من النص بنسميه الحجاب البولي التناسلي بالامام هذا هو المزرق والغشاء المزرقي هون بالامام مرتبط بشو بالالتقاء وبالخلف هذا راح المعي الخلفي ما هي المعي الخلفي بصب وين المعي الخلفي بالمزرق ما هي بالمزرق هذا المعي الخلفي بيجي هالحجاب البولي التناسلي بيتمادى هيك ليقسم لنا المزرق لقسمين قسم امامي بنسميه خلينا نقول الجيب البولي التناسلي له علاقه بالبول والتناسل والغشاء المزرقي الامامي صار القسم الامامي اسمه الغشاء البولي التناسلي تمام اذا الحجاب البولي التناسلي او الغشاء البولي التناسلي والخلفي هذا بنضبط المعي صار شو هو راح يصير عندنا الشرج صار اسمه الانا او الغشاء الشرجي اذا انقسم الغشاء المزرقي لقسمين امامي بولي تناسلي وخلفي شرجي تمام واللي قسمه هذا حجاب بالنص يعني حاجز هو الحجاب البولي التناسلي راح امام البول والتناسل والعضل الحجاب البولي المستقيم الامام البول والخلف المستقيم اللي هو التابع للمعي فهمتوها ولا عيدها؟ يمكن هون اوضح ملاحظين هذا هو الغشاء المزرقي كلوكال ميمبرا هذا الحجاب اللي بده يقسم لنا المزرق اللي من ورا مرتبط بالمعي والامام مرتبط راح تشكل لنا بالقسم الامامي البولي التناسلي تمام هذا القسم راح يتقدم ويقسم لنا اياهم لقسمين ملاحظين قسم امامي هو الجيب البولي التناسلي تمام والغشاء تبعه صار غشاء البولي التناسلي والقسم الخلفي هو المستقيم او المعي الخلفي والغشاء تبعه غشاء الشرجي تمام هذا هو الحجاب الجسم المتبارز بيناتهم احيانا بسموه الجسم العجاني او العجاني التشريح عجان ولا عجان؟ عجان في حرب الحرب بكسر ولا شو؟ كل واحد عجان انا كانوا قالوا لي بحكيها العجان يا رب قال لي العجان ما بعرف بسالهم تشريح يمكن اصوات ايه الفانكشنال انت بتصير فانكشنال بالاسبوع بعد اسبوع 12 بتصير مثل البول تمام؟ قلنا بالشهر الخامس تلاقي نص البول جاي من الكيلو طبعا البول مثل ما قلنا الدار تبعه بتعرفوها بتصير بتلعب جنين يبتلعها ويفرزها بدرب طبعا البول نفسه مع سائل نفس المطوع بيبتلعوا الجنين بروح بيفحصوا الكلي لحتى يدرب شو الكلي على الاطراح حيث انه بيكون يولد الطفل يكون الكلي مدرب خالص طبعا بتطرح بشكل بتكون وظيفي احيانا اول ما يولد الطفل ببول دليل انه اشتغلت عنده الكليتين بشكل رئيسي طبعا الى وظيفه اطراحيه هي وظيفيه عم تطرح البول بس الى وظيفه اطراح الفضلات اثناء الحياه الجنينيه لا ليش لا الكلية هي بتقوم بالوظيفه الاطراحيه سواء كان الفضلات او البول بشكل عصبي طيب هلا بتشوفوا تمام هلا شوفوا البلاكر اند يوريترا هلا نحن عنا قلنا الحجاب البولي المستقيم قسم لنا القسم الامامي للجيب البولي التناسلي الجيب البولي التناسلي عباره عن مثل هيك بالون مثل جيب يعني مثل بالون متصل بالاعلى بشو؟ بالسقاء هذا الجيب البولي التناسلي ومن تحت حجاب البولي التناسلي او الغشاء البولي التناسلي هذا هو هلا المثاني بشكل رئيسي تشتق
من الجيب اللوني التناسلي، اعتبروا لي هذا هو الجيب اللوني التناسلي، بالاعلى مرتبط شو بالثقه، راح ينقسم لثلاث اقسام الجيب اللوني التناسلي، ثلاث اقسام، قسم خلينا نقول ثلث علوي وثلث بالوسط وثلث سفلي، من تحت غشاء اللوني التناسلي، وبالاعلى ثقه، تمام لهون؟ تمام. القسم العلوي الثلث العلوي نسميه الجزء المثاني، تمام؟ المثاني راح تشتق منه للجيب اللوني التناسلي. القسم المتوسط نسميه القسم الحوضي او الجزء الحوضي، والقسم السفلي راح يكون اسمه الجزء الحشفي، فالك الحشفي. طبعا الفالك بده يسموه احيانا حشفي واحيانا قضيبي، بس حشفي احسن، عرفت كيف؟ اذا فالك، اذا صار عندنا بلف فالك بلفيك اند شو مثاني شو هي؟ نادر شو هي الصفه منها؟ فيزيكال، يعني جاي لا جمع تكسير ولا ما بعرف. اذا فيزيكال غير كلمه، اذا فيزيكال مثل الكدني، شو الجمع الصفه منها؟ رينال. اذا هاي فيزيكال، اذا جزء مثاني حوضي بلفيك وفالك، تمام. اول شغله سهله، المثاني دائما تشتق من الجسم، من الجزء المثاني. هلا جيب اللوني التناسلي لانه ورقه تابعه، هذا بيعرف جيب البوري التنسلي عنه ورقة الباطني، هو ابتداء من آخر مخصوص فيه معي، يتبادى معه معي، فهو جاي من ورقة الباطني معي؟ رجعوا جيب البوري التناسلي لأن هو كان المدرق، المدرق مين جاي؟ المدرق الآخر المعي، المدرق معي؟ آخر معي، توسع شوي، القسم الأمامي منه صار جيب بولي تناسلي، معناتها منين أفضل أساسه؟ من المعي، والمعي شو هو؟ داخلية، إذا وريقة داخلية، جيب البولي التناسلي، معناتها جدار المثاني الداخلي يشتق من أنه وريقة؟ للداخلي، تمام؟ تمام، إذا المثاني تشتق من القسم الثلث العلوي أو الثلث العلوي أو الرأسي لجيب البولي التناسلي، معناتها المثاني هي اللي عم تتمادى بشو؟ بالثقة، صارت لأن هي القسم العلوي، تمام؟ إذا الجدارة من الورقة الباطنية، بس النسيج المتوسط المجاور هو راح يشكل لنا طبقة عضلية، وشو الطبقة الثانية المصلية اللي راح تكون جدار المثاني. إذا المثاني شغلتها سهلة، من الثلث العلوي النسيج المتوسط المجاور راح يشكل لنا العضلات تبع المثاني، عضلة المثاني والطبقة المصلية للمثاني. هلا تمام، هي أول شيء اليورينتر سيستم اللي حكينا عنه. بيناتهم البرينا ضيق من جسم العجاني او العجاني مثل ما بتكون. هلا البورشن اوف يورو جينيتال سيميز بشكلنا اليوناني بلادر بالقسم العلوي، البلفيك بتكون شوي ضيقه لتشبع الصور، والقسم الثالث الفالك. اذا عندنا ثلاث اقسام قلنا القسم المثاني الحوضي والفالك والقسم الحشفي. هذا هو صوره ثابته اللي حتى تميزوا. خلينا هون ملاحظين، اذا هذا المدرق منين مرسوم بالاصفر؟ منين جاي بالنهايه هذا الغشاء المدرقي؟ منين جاي؟ من الوسط، من الداخليه ولا الوسطى؟ الداخليه. وهذا القسم الامامي لما صار في حجاب هو كان هذول كلهم منقسمين، لما هالحجاب اجى بده يكمل كم ينقسم لقسمين، قسم امامي هو الجيب البولي المتمادي مع الثقاء، والقسم الخلفي هو المعي الخلفي، وراح يشكل لنا المستقيم لاحقا، هذا هو المستقيم، لاحظ هذا الجيب البولي الثاني. ملاحظين الجيب البولي التناسلي بينقسم ثلاث اقسام، القسم العلوي بتوسع شوي، هذا القسم المثاني، الحوضي بتضيق شوي، والفالك بيرجع بتوسع شوي، ملاحظين هيك بصير شكله؟ اجى الثالث؟ يلا تو مينت، مع انه قلت له لا هي شنبه رجال قبل ما خلص لازم نمشي معنا، نكمل صفه شوي صغيره، نكملهم مع التشوهات.